السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناتكم جديد الربح من الانترنت. إن شاء الله اليوم نشوفوا حلقة خاصة حول الكراش ديال الماركت كاب ولا الكراش ديال الالت كوين، يعني الكراش ديال العملات الرقمية اللي وقع، وغادي نشوفوا مجموعة من المعلومات المهمة جدا حول ما يقع في البيتكوين سكون ابيل لا مانيبولاسيون ديال لو مارشي، يعني هاد السوق ديال العملات الرقمية كيفاش ولاو الناس كيتحكموا فيه ابخي فاش ولجات ولا فاش دخلات البيتكوين للبورصة العالمية، كيفاش ولاو هاد الناس هادو كيتحكموا في الماركت كاب، كيفاش كيتحكموا في الالت كوين، كيفاش كيتحكموا في الاثمنة ديال جميع العملات الرقمية. ان شاء الله في هذه الحلقه الخاصه غادي تكون نهضروا على هذه المانيبيولاسيون دو مارشي، لان لما تفهمناش كيفاش هاد الناس خدامين في المارشي غنكونوا صراحه تائهين بين هاد الحيتان هادو اللي محكمين 100% في المارشي، ولي تراب ديالنا كلهم غادي يكونوا صراحه عشوائيين. الا كنا باغيين نديروا ان بروفي مزيان ونكونوا نديروا دي تراد اللي مزيانين، خاصنا نمشيو في نفس الاتجاه اللي غادي نبيهم هاد الحيتان، وخصنا نفهموا لا بوليتيك ديالهم، السياسة ديالهم، ونفهموا كيفاش كيخدموا باش نقدروا حتى حنا ان نديروا الارباح، نحققوا ولو جزء بسيط من الارباح اللي كيحققوها هما، ولكن نكونوا مع الموجة وما نكونوش كونتر الموجة. لكن كونتر الموجة غادي يكون غادي تكون واحد الخسائر فادحة جدا. تري بيان، كيف ما كنشوفوا الماركت كاب وصلنا 480 مليار، كنا فقدنا تقريبا قبل قليل كنا فقدنا تقريبا واحد 200 مليار من السوق ديال الماركت كاب، من 400 من 655 رجع 455، يعني 200 مليار دولار من الماركت كاب تفقدات، ما يعادل تقريبا الثلث ديال الماركت كاب، الثلث ديال راس مال العملات الرقميه سحب من السوق في واحد 24 ساعة، وهي ضربة قاضية للكريبتو كيرنسي، ضربة قاضية لمجموعة من العملات، ولكن عندها مجموعة من الأسباب، ولكن ما غاديش تبقى هاد ما غاتبقاش بحال هكا كيف ما شتو حاليا في الساعات المعلنة اللي درنا الماركت كاب على حساب ساعة، غنلقاو بأن العديد من العملات بدات كتريكوبيري، يعني بدات كتسترجع الاموال التي سحبت منها، وكنت كتسترجع الفوليوم ديال الاموال اللي كان عندها. تري بيان، اللي خصنا نعرفوا ان كاين العديد من الامور اللي دخلت دابا اللي ولات جديده في الكريبتو كيرونسي، هو اهم حاجه اللي كاينه هي دخول مجموعه من الحيتان ولا لي وول ديال وول ستريت، الناس ديال وول ستريت لي بروفيسيونال لي تريدر اللي عندهم واحد البورتفوليو عندهم بالملايير ديال الدولارات، دخلوا لهذا السوق هذا وكيحاولوا يديروا لا مانيبيولاسيون دو مارشي، يعني هما كيتحكموا في الاثمنه ديال العملات، يقدروا اي عمله يطلعوها لاقصى درجه حتى ياخذوا له ماكسيموم دو بروفي ويهبطوها لاقصى درجه. يعني هذه المانيبيولاسيون دو ماركت على حساب الطريقه ديال البامبين والدامبين كيديروها بواحد السرعة كبيرة، وكيديروها على مستويات، كيقدروا يديروها على مستوى الماركت كاب اون جينيرال كيف ما شفنا دابا 200 مليار تسحبات وغتعاود تاني ترجع، يعني هادي بامبين دام ولا دامبين ديال الماركت كامل، يعني كيخرجوا الفلوس كاملة من السوق حتى العملات ما تبقى تسوى والو، كيعاودوا يشريو بثمن رخيص رخيص ثمن رخيص، كيطلع العملة كيعاودوا يبيعوا وكيبقاو يشريوا نفس الطريقه كيديروها. هذا اللي كنسميه انا بالبامبين ديال الماركت كاب، البامبين والدامبين، يعني كيقدروا يحيدوا 200 مليار ويرجعوها في 24 ساعه، كيهبطوا العملات الرقميه كيطلعوا ثاني كيشريوهم برخاء وكيطلعوا. هذا كيستافدوا من حاجه واحده، كيستافدوا من البانيك ولا من الخوف ديال المستثمرين الجدد ولا المستثمرين اللي يلاه داخلين في الدومين، ولا المستثمرين اللي كيخافوا من ان العملات ديالهم تنهار وسميتو كيبيعوا بالخسائر، وهذه هي الطريقه ديالهم، انهم كيديروا واحد
واحد البانيك في المارشي، واحد الخوف شديد في المارشي كيديروه كيف ما شفتوا دابا، واحد الخوف شديد في المارشي، واحد لانسيرتيتود يعني واحد عدم الاطمئنان ولا عدم الثقه في هذاك الشيء اللي غادي يوقع. كيديروا هذا الشيء بالنسبه للنفسيه ديال المستثمرين والمستثمرين اللي رهبانين. هاد الناس هادو اش كيطرى لهم؟ كيبيعوا بالخساره. دونك سكيفي لهاد الحيتان هادو كيشريو بواحد الثمن اللي قليل وقليل بزاف، وكيعاودوا تاني كيبيعوا لهاد المستثمرين اللي باعوا العملات الرقميه بالرخاء لانهم كانوا خايفين، كيعاودوا يشريو تاني فاش كيطلع الماركت، ومن هنا كيحققوا واحد الارباح هائله جدا. كيستعملوا تاني مجموعه من الطرق اللي منهم حتى هي البامبين ديال العملات الصغيره، مثلا العملات اللي عندهم مثلا لو بري طايح بزاف، كيديروا واحد البامبين كبير لانهم كيدخلوا بواحد رؤوس اموال كبيره جدا وكثيره جدا، كيدخلوا منها يعني ديكو كي الارباح كتكون ديالهم متضاعفه. بحال دابا دو كوين اللي كان كيساوي 14 ساتوشي 15 ساتوشي، دابا داروه فوا 3. كيف ما شوفوا البامبين كيفاش العمله طلعت واحد الطلوع اللي صاروا خير جدا، رغم ان هما كيستافدوا من هذه القضيه، غادي يبقاو يطلعوا العمله يطلعوها حتى لاقصى درجه، ومن بعد غادي يهبطوها. يعني فوالا تقريبا هذا من جهه حول هذه القضيه ديال هذا المحتوى، ولا هذا اللي وقع تقريبا في هذه 24 ساعه. اش نقدروا، السؤال المطروح ولا السؤال اللي طرح نفسه هو في هذه لي سيتوياسيون، في هذه المرحله، شنو نقدروا نديروا تقريبا باش نتفاداو خسائر فادحه او ميم طون ما نبانيكيوش. اول حاجه اللي خصكم تعرفوا بان اللي غادي يدخل، اللي خصو يدخل في البيتكوين ولا يدخل في اي عمله، خصو يكون على عارف عليها مجموعه من الامور. مثلا بحال الناس اللي داخلين في البيتكوين ما خصوش يكون لوبجيكتيف ديالو هو انه يربح في هذيك 24 ساعه ولا يربح في شهر ولا داك الشيء، هو خصو يكون لوبجيكتيف ديالو من بين الاهداف ديالو انه لو لون تيرم، يعني في المدى الطويل، عارف بان البيتكوين واخا يوصل ل 2000 دولار ولا يوصل ل 3000 دولار، غيجي واحد الوقت اللي غيريكوبيري غيوصل فيه لواحد 50000 دولار ولا 60000 دولار. كاين مجموعه من العوامل اللي داخله للسوق دابا، كيف ما قلت لكم هو الشركات الكبرى ولا الشركات الاستثماريه الكبرى بدات كتسحب الارباح ديالها نظرا اللي كاين نهايه السنه. كاين اعياد الميلاد ولا كريسماس اللي كاينه في الدول الاجنبيه، واللي تريدر ولا المجموعه من اللي تريدر كيحاولوا يحولوا فلوسهم من عملات افتراضيه لعملات حقيقيه، مثلا دولار ولا مثلا اورو، باش يقدروا فوالا كيحيدوا لو بروفي ديالهم الارباح ديالهم، وكيديروا الحسابات ديالهم. يعني مجموعه من المستثمرين كيحيدوا الحسابات ديالهم وكيحاولوا يقضيو واحد الوقت مع العائله وينساو التراد، وينساو بحال كياخذوا عطله من التراد هاد الخمس ايام ولا هاد الست ايام، هاد الاسبوع ديال راس السنه. هاد الناس هادو كيبغيو يرتاحوا، كيبغيو يريكوبيريو شويه، حيدوا داك لو ستريس ديال التريدين، لان التريدين بالنسبه ليهم هو عمل يومي، وعمل العمل ديالهم ماشي تقريبا عمل سنوي. العديد من الناس اللي عندهم تريدين حرفه، يعني اميتي، والخدمه ديالو هو تريدين في الكريبتو كورونسي، ما كيدير حتى شي حاجه اخرى من غير تريدين. يعني العمل اليومي ديالو هو تريدين. يعني الناس هذو كيبغيو يحيدوا الارباح ديالهم يستريحوا، لان عارفين في لا بيريود دو فاكونس الاقبال على العملات الرقميه غيكون قليل نوعا ما، ولكن غادي تلونسا هادشي مع بدايه السنه ولا في السالية تقريبا من راس السنه. العديد من الناس او المستثمرين غيرجعوا الاموال ديالهم لا كريبتو كورونسي، غيرجعوا لا كريبتو كورونسي، غيرجعوا تكون حتى هي كيف ما كانت في الاموال اللي فاتت، وربما الارقام تحطم. يعني جميع الارقام اللي كانوا اللي وصلوا لها لحد الان، ربما ان الارقام ستحطم، لان هناك اقبال كبير جدا
من العديد من المستثمرين. باختصار كما قلت، هناك مجموعة من الأمور اللي كتخلي البيتكوين وتخلي العملات الرقمية يتاحوا في هذه الآونة هذه. النصيحة اللي غنصح هو عدم الخوف، وعدم ما تبيعش العمولات ديالكم، ما تبيعوش العملة ديالكم بخسارة، لأن غادي يجي الوقت اللي غادي يطلعوا فيه وغادي يوصلوا لواحد المستوى اللي كبير وكبير بزاف. ومن النصائح الأخرى اللي غنيدي أن البورتفوليو ديالكم ولا المحفظة ديالكم أنها ما تكونش فيها غير عملة واحدة ولا عملتين، ولكن تكون عندكم مجموعة من العملات، ماشي بزاف تاني، وماشي جوج ولا ثلاثة، يعني واحد المجموعة من العملات اللي تيقن فيهم، باش حتى واخا يكون كراش بحال هكا، ولا واخا يكون الهبوط الحاد اللي في السوق، ما كتكونوش مأثرين 100% من هذا الهبوط هذا. وثالث حاجة وآخر حاجة اللي غنهضر عليها هو أن موقع السيمي صراحة من أفضل المواقع الاستثمارية حاليا. موقع السيميت رائع جدا، رائع رائع جدا. أنه بالنظر بالنسبة لي أنا، البلوغين في السيميت ولا الخدمة في السيميت أحسن بكثير بكثير جدا مقارنة بالترايدين، لا من ناحية الإيرادات، لا من ناحية لو ستريس، لا من ناحية مجموعة من الأمور. أن البلوغين في السيميت أحسن بكثير بالتريدين، وأحسن أحسن بألف درجة. وإن شاء الله غادي نحاول ندير حلقات حول السيميت، حلقات اللي غتكون جديدة إن شاء الله، ولكن هذه المرة بواحد التصور آخر، تصور أن غادي نستثمر. ديجا الحمد لله استثمرنا في الموقع في الشهر اللي فات، كنا حطينا غير 200 دولار، والنتيجة كانت صراحة أكثر من رائعة جدا، حيث أن 60 دولار وصل 13 دولار، وصل بعض الحالات ل 20 دولار، وأن 60 وصل 4 دولار. صراحة شيء جميل جدا هذا الموقع هذا، وغادي نحاولوا نتعمقوا فيه، ونحاولوا نديروا دي جروب اللي يكونوا بروفيسيونيل، يعني واحد الجروب ديال 20 بيرسون ولا 30 واحد، اللي غادي يكونوا يستثمروا في الموقع. ماشي غادي يشريو ستيم باور، ولكن غادي نكريوها، غادي ندير واحد الاستراتيجي انا خدمت بها وان شاء الله وكانت جد ناجحة، وغنعموها ان شاء الله على 30 واحد ولا 20 واحد من الجروب اللي كاين في تيليجرام، وان شاء الله يكون خير. فوالا، نتمنى نكون توفقت في الشرح ديال هاد لا فيديو هادي. إذا كان عندكم شي استفسار ولا أي حاجة حول لا كريبتو كيرونسي ولا حول العالم العملات الرقمية، اتصلوا بنا سواء في الفيسبوك ولا في الجروب تيليجرام. الجروب تيليجرام الحمد لله، كيف ما كتشوفوا، بالنسبة للجروب تيليجرام وصلنا عفوا، في الجروب تيليجرام كيف ما شفتوا تقريبا وصلنا ل 343 عضو. كاين مجموعة من الأصدقاء اللي تبارك الله كيجيبوا المعلومة، كيعطيونا صراحة، ما كيدخلوش عندنا بالمعلومة، وكيعاونوا الأصدقاء ديالهم، وتبارك الله عليهم، وكنحييهم من هذا المنبر، وكنشجعهم باش نكملوا هذا الصدد هذا، ونكملوا في هذا الدومين، لأنه دومين أكثر من رائع. إن شاء الله غادي يكون أن أوتخ جروب بروفيسيونيل ديال السيميت، خاصة بهذا لو بروجي السيميت اللي غنبداو ان شاء الله. واللي انتريسي خاصو يعرف بان ان شاء الله خاصنا نبداو بواحد لو مونطون ديال 266 ستيم، يعني 266 ستيم تقريبا هو تقريبا رأس المال اللي غنبداو به، 266 ستيم اللي غادي نكريو بيه واحد ستيم باور، القدر ديالها تقريبا 10,000 دولار لمدة 8 لمدة 4 أسابيع. غنكريو هاد ستيم باور، كاين واحد الخطة إن شاء الله، واحد البرمجة اللي غادي نخدمو بها، باش إن شاء الله نحاولو نديرو واحد فوا 5 ولا فوا 6 في هاد الشهر هذا، ونتعاونو بيناتنا. تخي بيان،
فوالا، بلا ما نطول عليكم الفيديو بزاف، نتمنى نكون توفقت في الشرح ديال هذه الحلقة هذه. إلا عندكم أي استفسار مرحبا بكم، وتبارك الله عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.